سمو المجد والسر المنير، يا حماة الدين للعين لضا، يا سحاب كاف رضا ونير، كلنا بجودة وخيرة حضا، كلنا بجودة وخيرة حضا. بارك الله بارك من العارض لبي خيرها الطاف على كل الفضاء، يومي كان الوقت في دور مريح، يومي ما للحق ميزان وقضى، يومي ما للحق ميزان وقضى. تعالوا جعلني والله ما بكيكم، تعالوا جعلني والله ما بكيكم. أنا طلب طول أرحب عمدة أرحب يا مرحبا يا هلا يا مرحبا أرحب أرحب فاخر والله الله يعطيك يا مرحبا أرحب يا عمر أرحب يا أحمد أرحبوا وأرحبوا في محلكم أرحبوا أرحبوا يا حبيبي الله يسعدك يشرف بعول الطيب مع فكة الريق ويخلي علوم المهابيل برا الله ما شاء الله تبارك الرحمن أرحب 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 مرحبا والله في الجميع أرحب نايف أرحبوا أرحب مهند أهلا الله حيه العمقي يا مرحبا بيض الله وجهكم أرحب يا ابن هيف الله يبقيك أرحب يا ابن هيف بيض الله وجهك عز الله انك ما قصرت بيض الله وجهك الاسبوع ذا كله ارحب اسم المنايا مرحبا ارحب ما يستغرب الطي من هله هلا بفهد شيل التنومه ارحب الله يا ابو لافي ارحب كيف الحال ارحب مرحبا وليد الزهراني بيض الله وجهك متى مسرحيه الشغله زين يعني والله افداك ازامك ازامك الفخامه يا مرحبا مرحبا يلا حيهم الله حيهم ارحب نجاشي الله حيه طيبين ابراهيم شيخ الله يعافيك يلا حيهم المحل محلكم المبروك يا فهد الله يبارك فيك وان شاء الله من كل مال ومن العيال اللهم امين والله يوفقنا وياك التوفيق المبارك تستاهل كل عمل طيب احنا اخوياك جايينك من برنامج كاريزما يا مرحبا يلا حيهم مرحبا مرحبا عداد السيل يلا حيهم الوالده تسلم عليك طول العمر الله يسلمها الله يسلمها والله اني مستانس انكم جيتوني بمحلي بيض الله وجهكم مثل ما بدينا اودي على قولتهم ننتهي بالشيء الجميل هذا ومن قبيله الوافيه لو دعيتنا وحين في مشرق الارض وانت في مغربها نصيناك يا العمر لا فضل ولا منه جاي العمر جوك حمران العيون مثل ما انت شايف مسلمين ومشاركين لفرحتك جاي العمر طويل دخولك فخمه وافي وانت قرم ولا حصل منك تقصير جاي العمر طويل وافي وقرم بيض الله وجهكم نبي نلعب تبون نلعب شلات عندنا مشاركه أيوة. عرضه ها؟ من نايف الاكلبي وين والله انه كان في حتى رساله اقول ودي انه كان بخيت موجود وفي هذا العطوي لكن هذه سياسة برنامج يمكن نحن بأسبوع جاي مغادرين وهذا شيء نعم. ما أنه مفر عنه ومكتوبين له نعم مكتوبين له كيف مكتوب إيش مكتوب لنا الطيب يا فهد الرجال مكتوب أنا لحقت أمس عادل يوم إنها شاش خليفة أنت رجال الطيب بديت عمادتك بالعلم الطيب تستاهلون كل علم طيب والله لو إن من عندي مدد عمادتك 90 اليوم القادم ودعم فهد دعم فهد مطيري جعلني والله ما خلا منهم وافين وافين وجعل الشيء اللي أنا أسويه يجملهم الله يبيض وجهك على ذا المقام المشرف المقام الطيب أكرمتنا وفعلك يبيض وجهك اليوم وكل يوم انت يوم كل اغاني جعل عمرك طويل جعل عمرك طويل ورجال ولد رجال عطنا عبيد عطنا عرضه انا يا ولد صوتك كذا فالعرضه يهيجنا ابشر خلها تجهز شوي ها شغلنا الشيله عطونا شيله عطونا شيله التمر ذا التمر ذاك ماني بحبه بالحيل هذا لا تفوته هذا شيء تبخر جاي من المدينه الله يحفظ طيب الجنه اليوم يوم السعد في ديرة أهل الحمية اليوم يوم السعد
بغيت اقول عريسنا حضر ما شاء الله تبارك الله الله يعطيك العافيه وش هالزين وش هالزين عساها سالمه وطيبه دخلت عند الضيق فهد يا طيري دبي الحب ابن اخي جايبه يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا كلمه ودي انك تشاركنا بكلمه يا شباب عندنا ابو رافي خليني اسلم عليها يا شباب في كلمه بيقولها الشيخ تفضل مهند مرحبا اول شيء سويت الباقي يا شباب شرف انكم متواجدين معكم هنا في قناه الواقع واستديو قناه الواقع الخاص طبعا احنا جايين نتابع فريق دعم فهد المطيري يستاهل مرحبا وجت حلوه بختاميته ونتشرف بالخدمه عندكم الشرف لنا طال عمرك مرحبا بالجميع يا هلا الله الله يستاهل وكلكم تستاهلون بخدمتك طال عمرك طويل وافي وافي فهد تقولها ولا اقول فريق الدعم والله يستاهل رفعته العقال يستاهلون اي والله يستاهلون وبيض الله والله وجيههم عيال ابن اخي ترى ها وانت قهوه ونعم حمد العنزي والله ونعم ونعم والله ونعم محمد شرفتنا والله الله يخليك تعالوا كوكولو كوكيز كوكيز الله يبارك الرحمن الله يطول عمرك يا ابو سعد بس تقهوت طال عمرك الله يسلمك ما حصل عطنا وين حدارك وبين اهلك وبين ربعك الله يعافيك يا ابو مشعل يعني والله ما شاء الله ما شاء الله الناس طيب على ما قالوا باذن الله انت اول حاضرين يا حبيبي يا الشاعر الفخم يلا يلا يا الفاخر يا الله يخليك طول عمرك طال عمرك طيبين يلا حي كيف الحال والله يسلمك والله اللي ما قصر ابو خليفه جمعنا اليوم من اقرب المبطين عنه الله يبيض وجهه تبون شيء اعطونا حليب زنجبيل قبل شيك حلال سلامتك الله يستر عليك اعطونا شيله يا ولد معوض خير الكن ترى وراه مظلم يا عمنا اطلب لي حجر الله يخليك تبارك الله سلمت ان شاء الله اذا استلمت انا بقدم المجلس احمد خير الاجواء يا اخي يا بها قبل 9 سنين كنت اشقر الحين صرت اشقر زياده يلا يا الربع فهد نحله قرصت العين زياده ياسر فهد فهد جربوا الشاهي لا يفوت والله فنان معي يلا يا عيال صفي صفي يا ولد شغل شيله ولا نسري شغل شيله ولا نسري صفوا طيب يا عيال صفين يلا 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 عشان الشيله يلا صفي صف يلا شغل مرتب لا شوف اللي كذا محاوره ولا لا الشيله صفين يا عيال صفين يجي شكل مرتب شيله والعرضه بعدها خلاص العرضه جاهزه العرضه ايه العرضه جاهزه خلينا نعبيها من المغربيه اجل العرضه خلنا نسمع العرضه اسلم عيال خويكم الله الله شغلون دي على سامي لا الحياه بان العالم جاء طل ورفرفت خفقت التاريخ من نجد العذية ورفرفت خفقت التاريخ من نجد والجواد الشكر والتقدير كله رؤية اللي رؤية تعدت حدود الجاذبية والأمير اللي بعزم وجه الكيد وحل صارت بلادنا في كل فخرة لولوية وعلم العالم بأن الطويق ثابت في محل ما تزعزع الهبايا طول
الرياح الموسمية والرياح الموسمية والعزم ومحمد ولي يا وطن 90 عام بظل ربي ثم ظل وكل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية كل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية صهوة جواد الشكر والتقدير كله رؤية اللي رؤية تعدت حدود الجاذبية يا لا 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 والأمير اللي بعزمه وجه الكيد وحل صارت بلدانها في كل فخرة لولوية وعلم العالم بأن طويق ثابت في محله ما والرياح الموسمية يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا وردد الشعب السعودي عاش والله عاش والله عاش سلمان الحزم والعزم ومحمد ولي يا وطن 90 عام بظل ربي ثم ظل وكل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية كل عام نشوف عيد يلا عيد يلا 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 الصف لا يخرب عيد خلنا نستانس ورفرفت خفقت التاريخ من نجد العذية ورفرفت خفقت التاريخ من نجد العذية الشكر والتقدير كله رؤية اللي رؤية تعدت حدود الجاذبية يا لا 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 والأمير اللي بعزمه وجه الكيد وحل صارت بلدانها في كل فخرة لولوية وعلم العالم بأن طويق ثابت في محله ما تزعزع والرياح الموسمية يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا وردد الشعب السعودي عاش والله عاش والله عاش سلمان الحزم والعزم ومحمد ولي يا وطن 90 عام بظل ربي ثم ظل وكل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية كل عام نشوف والجواد الشكر والتقدير كله رؤية اللي رؤية تعدت حدود الجاذبية يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا والأمير اللي بعز
الكايد وحل صارت بلادنا في كل فخرة لولوية معلم العالم بنطوق ثابت في محل ما تزعزع الهبايب والرياح الموسمية والرياح الموسمية تسعين عام بظل ربي ثم ظل وكل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية كل عام نشوف للتمكين دفعة معنوية يدري يدري بيض الله وجيهكم بيض الله وجيهكم كلمه عاش العمده عاش العمده نبى العرضه يا نايف بس دقيقه ها شباب في كلمه بس بيقولها الشيخ يلا جيناك جيناك بيض الله وجهك يا تفضل الله يسعد هالوجه اجل عطني من دايق تشرف ابو جاد معكم عطني بالله نعناع يا حبيبي طبعا احنا كمؤسسه ميضان عندنا تجهيزات متكامله للافراح والمناسبات الطلعات البريه المخيمات الجايه بيض الله وجهكم ووجهك ابيض طبعا زي ما تشوف قدامك هنا معك انواع الشاي الشاميه والعربيه الصيفيه والشتويه كلها موجوده هذه كم تكفي شخص فوق 30 والله اللي موجود قدامك هذا يكفي اكثر من 100 ما شاء الله على حسب طلب الزبون اللي يجي عندنا باكجات معينه على حسب طلب الزبون يقول عندي 50 شخص عندي 100 عندي 1000 عندي 2000 وبالشيء الفلاني فنعطيه الباكجات اللي تناسب او المقاربه للطلب حقه ويشوف عاد يقدر يعدل عليها بعدها يزود او ينقص ما شاء الله تبارك الله 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 يرزقكم امين وما قصرتوا والله انكم احرجتوني ان شاء الله نجي على قد المسؤوليه اللي انتم لا طال عمرك والله العظيم بدون مجامله لذيذ بمعنى الكلمه لسه ما ذكرت قهوه نجيت حلا الشغل الزين الشاي بانواعه صراحه دي شغلات انا اول مره اشوفها الله يجزاكم خير يا محمد الله يجزاكم خير يا قلبي ما قصرت بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم بيض الله وجهكم ما في جاني والله ما ها نايف عطنا عطنا البيت اللي 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 في خاطرك وش اللي في خاطرك ما ودي رده ابو هذال تبي ها هاي شو اسمه حليب زعفران تعال يا عمر يلا جاي يلا ها رد شيلوا البيت الاخير اسلم يا نايف لا لا يلا جيتك يا قلبي اسمع عرق انا اي لا يلا ودي نفس المكان الاول هاي ذا العين يا الاكلبي ابحر الحين والله انا جازت بس كملت حبيتين الان يلا هسه مهند يلا نبي نلعب اريد فهد الحين نبي عرض والله ما عاد عرض معه استغفر الله يا رجال فجاه كذا اللي يكسر انا باقي كذا ونايف معكم بيعرض يعرف نايف على الاقل صيح علي قبل ما تكسر عطنا له على الزين من بادي الوقت طب علي ايامي الله يلا لا هذه بس تشويقيه طيب يا ابو هدال طيب يا لا 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 يا لا 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 الله الله اسلم يا فهد علمك مجمل وقدرك كبير يستاهل مالك زود وعبا نهجك الطيب عن درب وعك وعندنا بيض الله وجهك بيض الله وجه الليتنا ومسفعوا له كلمته وافيه وفعوله مجمله يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا كلمته وافيه بيض وجهك بيض وجهك يا فهد علمك مجمل وقدرك كبير الله نهجك الطيب عند ربوعك وعندنا بيض الله وجه الليتنا ومسفعوا له كلمته وافيه وفعوا له مجمله يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا كلمته وافيه وفعوا له مجمله
لا يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا كلمته وافيه وفعوله مجمله يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 كلمته وافيه وفعوله مجمله يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا كلمته وافيه وفعوله مجمله يا لا لا يا لا لا يا وفعوله مجمله يا لا 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 يا لا يا لا 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 كلمته وافية وفعوله مجمله عاش حسام بيض الله وجهك انا بيض الله وجهك وافي يعني والله ما عدمك وافي والله تستاهل الصلاة 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 لا إله إلا الله الصلاة وأذاني أدهر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا أنت سبحانك قهو يا عيال قهو يا شباب رجاء شوي أبشر أبشر نبي نرفع الأذان زين طيب بالك يا رب زواجك اي خله بسبوسه يا عيال نجاشي المسجد متزوج الرجال الله يزوجك من حور العين ما شاء الله طيبك وعاش حبيبك ما شاء الله ما شاء الله طول عمرك فين فيصل يا فيصل وينك ما شاء الله والله العوده انها طيبه مره العوده ما شاء الله تبارك الله سميتها من اخذ الماء يا محمد وش نخلي يا محمد وش نقول وش نخلي يا محمد الله يجعل امك تبخرك وانت يا رب عريس يا رب انا اقول ريش مو قلت لك تقول امين جعل عمرك طويل امين يا رب يا كريم هذه عطور محمد ولا ايش امين يا رب اليوم سويت بروفه للعرس اي اليوم انا اتسنى عريس يا ولد تبخر كذا وتطلع للرياجيل و... نفس الوقت هذا عمر الوقت هذا ايش اذكرك فيه تجهز الفندق تجهز وتعود كل العيال ايش رايكم في العطر بالله اي عطر واحد يقول زين البشت واحد وامك تقول تعالوا بخروا لا امك ما بيمك انا امت ايش تطلب عطني فلوس الطقاقه باقي فلوس تجهز الحربان في القصر باقي 4000 باقي 5000 حرب حرب لا لا تبي ترقص قبلي لا انا برقص قبلها يلا يا ولادي يلا يلا روح على مرتك يلا يلا انا ابو العريس ابو لاف يقول النعناع اول طاح كله يلا يا ابو يلا يا ولادي خذ خذ المره وروح البيت يلا ايه يلا يلا يا ابو ولادي يلا 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 وين طلابهم ابوه شايب انا ابوه شايب هذا شايب عمره 20 سنه يلا حلو احسنت مشاركه يلا يا ولادي يلا يلا الحمد لله وين انتبه يا ولادي تطيح انت يلا انت بتزفني ايه انا ابوك الحين بيك تروح تاخذ المره الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله